بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا زوجة رسول الله سيد المرسلين. السلام عليك يا زوجة نبي الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا أم المؤمنات. السلام عليك يا خالصة المخلصات. السلام عليك يا سيدة الحرم وملكة البطحاء. السلام عليك يا أول من صدقت برسول الله من النساء. السلام عليك يا من وفت بالعبودية حق الوفاء وأسلمت نفسها وانفقت مالها لسيد الأنبياء. السلام عليك يا قرينة حبيب إله السماء المزوجة بخلاصة الأصفياء يا بنت إبراهيم الخليل. السلام عليك يا حافظة دين الله. السلام عليك يا ناصرة رسول الله. السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. صلوات زيارة حضرت قاسم ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نية ما سبق قربة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدنا قاسم ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن حبيب الله. السلام عليك يا ابن المصطفى. السلام عليك وعلى من حولك من المؤمنين والمؤمنات. رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم أحسن الرضا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم. صلوات زيارة حضرت آمنة مادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتا ہوں نیت ما سبق قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الطاہرۃ المطہرہ. السلام علیک ایتها الزاکیۃ المفتخرہ. السلام علیک یا من شرفها اللہ بعلی الشرف. السلام علیک یا خیر خلف بعد اکرم سلف. السلام علیک یا من سطع من جمينها نور سيد الأنبياء فأضاءت بضوئه الأرض والسماء. السلام عليك يا من نزل لها ملائكة الأصفياء وضرب لها حجب الجنة كما ضرب لمريم سيدة النساء. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا والدة حبيب الله. قد حملت بسيد الكائنات وجئت بأشرف الموجودات. وصلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله. نية ما سبق قربة إلى الله. السلام عليك يا أم المصطفى. السلام عليك يا والد أئمة الهدى. السلام عليك يا من رزق ولدا هو خير مولود وإمام الأمة وأبو الأئمة وقسيم الجنة والنار ونعمة الله على الأبرار ونعمة الله على الفجار. السلام عليك وعليهم ورحمة الله وبركاته. صلوات زيارت حضرت عبد مناف جد جناب رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك أيها السيد النبيل. السلام عليك يا من أكرمه الله بالتبجيل. السلام عليك يا جد خير الورى. السلام عليك يا ابن الأنبياء الأصفياء. السلام عليك يا ابن الأوصياء الأولياء. السلام عليك يا سيد الحرم. السلام عليك يا صاحب صفا ومروة وزمزم.
السلام عليك يا وارث مقام إبراهيم، السلام عليك يا صاحب بيت الله العظيم، السلام عليك يا علم الأشراف، يا عاليا بكمال الأوصاف، السلام عليك وعلى آبائك القادمين اللاحقين، أمناء الله في العالمين، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على زیارت حضرت عبد المطلب جد بزرگوار جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیک یا سید الکعبۃ والبطحا، السلام علیک یا صاحب المحابۃ والبہا، السلام علیک یا معدن الکرم واصل السخا، السلام علیک یا اول من قال بالبدا، السلام علیک یا من یحشر فی سیماء الانبیاء، السلام عليك يا معروفا في الأرض والسماء، السلام عليك يا من ناداه هاتف الغيب بأكرم نداء، السلام عليك يا ابن إبراهيم الخليل، السلام عليك يا وارث الذبيح إسماعيل، السلام عليك يا من أهلك الله بدعائه أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، السلام عليك يا ساقي الحجيج يا حافر زمزم، السلام عليك يا من طاف حول الكعبة وجعله سبعة أشواط، السلام عليك يا نور الحرم وابن هاشم، وصلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. صلوات پروردگار اجداد رسول اور اہل بیت رسول کا واسطہ ہماری زیارت اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضری مغائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، حق محمد و آل محمد پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما، اولاد انہیں اولاد صالح و نرین عطا فرما، روزگار انہیں روزگار فراہم فرما، گھر ہے انہیں گھر رحمت فرما، پروردگار پروردگار عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان دین کو نابود فرما، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جملہ تمام شہداء مرحومین اور اہل بیت اطہار کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.